في عام 1920 تأسست جمعية الهلال الأخضر التركي التي تحارب التدخين والكحول والإدمانات الأخرى في أكثر من 100 دولة حول العالم. في عام 1924 غادرت عائلة السلطان العثماني الأخير عبد المجيد الأراضي التركية نحو بلاد الشام بعد قانون إلغاء الخلافة. في عام 1950 وقعت كارثة فيضان نهر في مدينة إسكي شهير ما تسبب بتشريد 50,000 شخص وتدمير أكثر من 2500 منزل وغرق 6 أشخاص. في عام 1971 تعرض جندي أمريكي للخطف في مدينة أنقرة من قبل أعضاء منظمة جيش التحرير الشعبي الإرهابية، وبعد عدة أيام وقعت اشتباكات بين أعضاء المنظمة والشرطة التركية وانتهت بإطلاق سراح الجندي. في عام 1999 أصيب والي مدينة تشانكيري آيهان تشيفيك في هجوم نفذته منظمة تيكو، وبعد الكشف عن وفاة شرطي وطالبين في الهجوم تقرر إعلان المنظمة أنها خارجة عن القانون. في عام 2015 تحطمت طائرة تدريب عسكرية في مدينة قونيا بعد إقلاعها بقليل ما أدى لمقتل ضابطين برتبة نقيب.